بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط. ومعانا موضوع النهارده بيهم كثير من الناس، وهو كيفيه شراء شهاده البنك الاهلي البلاتينيه ذات العائد 15% والذي يصرف كل شهر، وازاي اشتريها بدون اذهاب الى البنك. والى جانب هذا السؤال الجميل والذي وردنا على قناتنا مصادر الحياه بهذا الموضوع، اللي كنا شرحناه ان هذه الشهاده بتدر دخل 1125 جنيه شهريا اذا وضعت او اشتريت شهادات ب 90,000 جنيه. وكان هنا احد يعتقد انه سعودي، كيف يمكنني ذلك كسعودي وليس لي حساب بمصر؟ يعني الراجل بيسال ازاي اشتري شهاده وانا خارج مصر، سواء كنت مصري او خارج مصر. النهارده هنشرح ازاي تشتري هذه الشهاده اون لاين من مصر او خارج مصر او اي مكان في العالم. فتابعني، وإذا كنت أول مرة تشاهدني قناة شرح بسيط أو قناة مصادر الحياة، برجاء الضغط على الزر الأحمر سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا شرح بسيط، والتي تمتاز بالشروحات في شتى المجالات بطريقة بسيطة وسهلة يستطيع أي إنسان أن يفهمها. أول حاجة ناخد فكرة كده عن إزاي هذه الشهادة بتعمل، أو هذه الشهادة ايه مواصفاتها. اول حاجة علشان تشتري هذه الشهادة، انت نوع او احد نوعين، اما انك تكون عميل في البنك، احد عملاء البنك يعني، او انك ليس عميل البنك. معنى كلمة عميل البنك انك لديك حساب بالبنك الاهلي، اما انك ليست عميل بالبنك يعني انت مالكش حساب بالبنك الاهلي. طيب، اول حاجة علشان تشتري هذه الشهادة يجب انك تشترك في خدمة اسمها NB موبايل او الاهلي نت. خدمة الاهلي نت، انت بتذهب الى البنك وبتطلب ان انا عايز اشترك في الاهلي نت، وبعدين بيديك استمارة بتملاها وبيعطيلك بعد كده حاجة اسمها كود المستخدم، وبيديلك كمان جهاز فيه كلمات مرور، وبكده انت بيبعت لك بعد كده كلمة المرور على الايميل اللي انت سجلت بيه او مليت الابليكيشن بتاعه. بعد كده بيجيب لك، بتغير انت كلمات المرور زي ما انت عايز، وبكده انت اشتركت في خدمة الاهلي نت، حاجة اسمها الاهلي نت. ده لو انت شغال على الكمبيوتر، طيب لو انا بقى عايز اشتغل على NB موبايل، يعني تطبيق على الموبايل اسمه NB موبايل او خدمة بيقدمها، بتذهب أول حاجة على حساب أو ستور بلاي جوجل، كويس، جوجل بلاي آسف، أو ستور بلاي جوجل ده، وبتكتب NBE موبايل، وبعدين بتعمل عملية بحث، كويس، بيظهر لك في البحث تطبيق. هذا التطبيق بتحمله، كويس. بعد ما بتحمل هذا التطبيق على الموبايل بتاعك، فبتكتب، لو ما ظهرتش معاك فبتكتب، بتحط قبلها اهلي بنك ايجيبت، اهلي بنك ايجيبت، عشان تظهر معاك NB موبايل على طول تحت زي ما انت شايف هنا كده. وبعدين بتضغط عليها بيظهر لك هنا ادي الNBE موبايل، وبعدين بتكتب هنا او اسف وتضغط هنا على انستول وتحملها طبعا على الموبايل. انا بشرح طبعا على الكمبيوتر وبيبقى معاك التطبيق. طيب نروح بعد كده ازاي بقى نمشي مع التطبيق. هتيجي مع التطبيق بعد ما حملت NB موبايل، بتشترك لو انت من المشتركين الحاليين او في خدمة الاهلي نت، كمشترك في خدمة الاهلي نت، فبتحمل التطبيق وبتعمل تسجيل دخول باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة الاهلي نت. يعني لو انت مشترك بخدمة الاهلي نت، وقلنا انت بتشترك بخدمة الاهلي نت عن طريق انك بتروح البنك، بتملى ابلكيشن بيبعت لك اسم مستخدم وكلمة مرور على الرسالة على الايميل بتاعك. طيب بعد كده بتدخل بنفس على NBE موبايل على التطبيق، بتدخل بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بايه؟ بخدمة الاهلي نت. بعد التسجيل بتعمل باسورد ريسيت في حالة اعادة تعيين كلمة المرور، بتغير كلمة المرور، بتعمل كلمة مرور جديدة. ولكن بعد ما بتدخل على خدمة الاهلي نت قبل تسجيل الدخول الى الموبايل. طيب
العملاء بقى الجدد الراغبين في الاشتراك في خدمه الاهلي نت او الاهلي موبايل، انت بتتواجه لاقرب فرع زي ما قلنا بالبنك الاهلي لتحديث بياناتك، وبتشترك في خدمه الاهلي نت والان بي اي موبايل. بيقوم الفرع باجراء الاشتراك في الخدمه وتسليمك خطاب ترحيب بيحتوي على حاجه اسمها كود المستخدم. كود المستخدم ده بيتم ارساله عن طريق رساله على الهاتف المحمول اللي انت سجلت عن طريقه. ليه؟ لانك انت في اثناء التسجيل لابد انك يكون عندك معاك خط محمول ومسجل بنفس الرقم القومي بتاعك، خط محمول ومسجل بنفس الرقم القومي بتاعك، يعني مسجل باسمك ومسجل بالرقم القومي بتاع حضرتك. بعد كده بتطلب جهاز رموز الامان حتى تتمكن من اتمام تحويلاتك الحسابيه. ده ماهوش موضوع. بعد كده خطوات شراء الشهاده بالصور، بقى من اب ستور او بعد ما بتحمل الان بي اي موبايل من جوجل بلاي او اب ستور. بتدخل طبعا التطبيق قدامك اهو، بتدخل هنا بتختار اسم تسجيل دخول الافراد، اذا طبعا انت افراد بتدخل تسجيل دخول للافراد، فبتضغط على تسجيل دخول للافراد. بعد ما بتضغط على تسجيل دخول للافراد بيجي لك هنا يقول لك كود المستخدم، معاك انت كود المستخدم، جاي لك في رساله على موبايله، وبتحط كود المستخدم هنا وبتضغط تسجيل دخول. خلاص؟ بعد كده بتجي لك الصفحه دي، هنا اضغط على تسجيل الدخول. بعد ما كتبت تسجيل الدخول بتضغط على اصدار او بيظهر لك صفحه الخدمات. هنا ملخص الحساب، تحويل حسابات، سدادات، سداد بطاقه ائتمان، تحويل داخلي، تحويل محلي، اصدار شهادات او ودائع. بتضغط هنا على اصدار شهادات او ودائع. خلاص ده سجلنا او ضغطنا على ده، فبيجي لك هنا بيقول لك اسم المنتج اللي انت عايزه. يعني اسم المنتج يعني اسم الشهاده اللي انت عايزها او الوديعه. بتجي لك هنا الصفحه، هنا اسعار فوائد الاداء، حساب الاصدار، رقم الحساب المحمول، العمله، الكلام ده هنشوفه على الصفحه الثانيه. ادي المنتجات. اول ما بتضغط على اختيار المنتج بيجي لك كل الشهادات ده الموجودة اللي بيقدمها البنك الاهلي، ومن ضمنهم طبعا هيبقى ظاهر شهادة ال 15% والحد الادنى لها 1000 جنيه ومضاعفاته. بعد كده العملة، بتختار العملة بتاعتك، هتدفع بالدولار ولا بالمصري ولا بأي عملة، بتختار العملة بالضغط على دي وبتكتب المبلغ اللي انت عايز تشتري به. طيب مدة شهادة الوداع اللي انت عايزها سنة، اتنين، تلاتة، اللي انت عايزه. هنا بتكتب هنا واحد سنة، هنا شهور، وهنا اليوم. بعد كده بتضغط على متابعة، بتضغط على كلمة متابعة. بعد كلمة متابعة بتضغط على متابعة، ثم يتم نقلك لصفحة أخرى. بيوجد بقى تفاصيل الشهادة، الشهادة اللي أنت اشتريتها اسمها إيه، الفائدة بتاعتها قد إيه، دورية صرف العائد قد إيه، المبلغ اللي أنت قمت بتحديد الشراء هتشتري بقد إيه. قم بالتأكيد من كل هذه البيانات. لما بتضغط على كلمة تأكيد بيتم الشراء، وبيبقى هنا انت دخلت او اشتريت الشهاده. عشان تتاكد بتروح على حسابك اللي هو في البنك كده، وبتشوف الحساب بتاعك اتخصم منه المبلغ اللي انت اشتريت به او لا. ده بالنسبه لو انت لك حساب في البنك الاهلي. طيب لو انا خارج مصر ومفيش ليا حساب بعمل ايه؟ انا عندي طبعا عندي شهادات او شهادات فيزا، بيبقى عندك فيزا، بتختار طريقة الدفع بالفيزا، تختار طريقة الدفع بالفيزا، وبتدفع عن طريق الفيزا وبتحول لحساب البنك. فهنا العملة بتختارها، وبتختار هنا العملة اهو، بتختار كذا، وبعدين بتختار طريقة المبلغ أو طريقة الدفع بالفيزا كارت بتاعتك من أي مكان في العالم أو أي دولة. طيب لو تعذر عليا الامور خالص بتتصل طبعا بخدمه العملاء اللي في البنك عن طريق الارقام المحليه او الدوليه. طبعا انت بتبقى خارج مصر فبتتصل بالبنك ده 19/6/23 ده داخل مصر. في رقم لهم طبعا لما تدخل على موقع البنك في رقم لهم على او خارجي، او بتتصل من خارج مصر. هجيب لك انا الرقم دلوقتي. ده الموقع الرئيسي للبنك باللغة العربية، ممكن تفتحه باللغة الإنجليزية طبعا. ده محلي 19/6/32، ودولي ده رقم 002021962، ده الرقم الدولي.
لو تعذر بك الامور وما عرفتش كل الكلام اللي انا شرحته له ده وما قدرتش توصل له، بتتصل من خارج مصر على هذا الرقم وبتقول له انا عايز اشتري الشهاده ومعايا فيزا، وهيقول لك بالطريقه بالظبط ازاي تشتري الشهاده. وطبعا كل الكلام اللي انا قلته لك هو هيكرره لك علشان تصل في النهايه للدفع عن طريق الفيزا. بكده احنا قدمنا شرح بسيط ورضينا على طبعا الاخ اللي بيسال تقريبا هو من السعوديه ازاي يشتريها، وهنضع له رابط هذا الفيديو طبعا على قناتنا الاخرى مصادر الحياه، هنضع له هذا رابط الفيديو حتى يطلع، وبيكون كده ردينا على الاستفسار بتاعه. في النهايه بتمنى ان اكون وصلت لك معلومه ولو بسيطه على قناتنا شرح بسيط، ودائما بنحب البساطه في الشروحات. الى ان نلقاكم فيديو اخر، لا تنسونا لايك شير، ولا تنسى الاشتراك والضغط على الزر الاحمر سبسكرايب، فعل زر الجرس حتى يصل جديد ما نقدمه على قناتنا شرح بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.